تحديدا في كل حاجه، سواء في الزراعه او في اللاندسكيب او في المدن الجديده، بيبصوا لتكلفه المياه. هل تطوير انظمه الري اقل تكلفه او بيقلل في تكلفه فاتوره المياه؟ طبعا طبعا. احنا دلوقتي خلاص خلينا نتكلم هي مصادر المياه اللي بنشتغل بيها ايه. مياه النيل، ودي رايح جزء كبير منها في اختراع الري للارض القديمه كلها، ومياه الصرف الصحي المعاد تدويرها، ومياه محطات التحليه من على البحار على السواحل بتعاد تحليتها ونشتغل بيها في الري. فبالتالي تكلفه المياه نفسها عاليه، فكل ما هقدر اوفر في المياه هقدر يعني هنشئ السيستم ده او نظام الري الاوتوماتيك ده او الالي ده هستخدمه هعمله مره واحده، لكن يوميا انا بسهل كميات مياه. تكلفته عاليه النظام؟ تكلفته عاليه، لا تكلفه النظام عاليه مقارنه بالمردود اللي هيديهولي، تكلفة تعتبر قليلة مقارنة بالمردود الدولي. احنا كمان في نقطة تانية، هو هل استخدام أنظمة الري الذكية دي فقط بتوفر في المية؟ في دول يقول لك انا اساسا انا عندي مية كتير، انا عايش على بحار ونهار، مش محتاج، ما عنديش مشاكل في المية، فانا مش عايز الأنظمة دي. لكن هو لما ادي النبات احتياجه من المية، انا مش بس وفرت مية، انا كمان حسنت جودة النبات اللي عندي، حسنت الإنتاجية اللي خارجة من عندي. يبقى مش بس مية، مش بس فلوس، مش بس توفير، لكن كمان جودة اللاندسكيب نفسه بقت عالية لما استخدمت أدوات زيادة في الإنتاج. زيادة في الإنتاج لو في قطاع الزراعي بقت كويسة، بقت أفضل. فطبعا كل دي من المكاسب الكبيرة اللي بنحققها بالإدارة الذكية للري. سؤال افتراضي كده، وإحنا لو طبقنا في كل مصر نظم الري الحديث زي الجهاز اللي ورانا ده، وبقى كل حاجة بنتحكم في كل نقطة مية، والمناخ هو اللي بيتحكم فبيقلل في الريات، ممكن نوفر قد إيه في المية؟ ده سؤال من الأسئلة الصعبة، ولكن احنا مثلا بناء على دراسات وإحصاءات اتعملت موجود بيها طبعا ريفرنس، احنا مش هنتكلم كلام افتراضي كده وخلاص، ديها مراجع. احنا ممكن نوصل بنظام الري التحكم الآلي باستخدام حساسات وأدوات تحسن الإدارة، زي حساسات تقيس زي ما قلت لحضرتك الظروف الجوية، وحساسات تقيس كميات المياه والتصرف، وتبتدي تحافظ على الشبكة والسيستم اللي عندي. ممكن أوصل ل40% وفر في كمية المياه. 40% وفر في كمية المياه المستخدمة.